السلام عليكم. دلوقتي بعد ما جبنا الموبايل من الريفت للفيوزر، دلوقتي عايز اشوف ازاي اسيف الشغل بتاعي على البرنامج. فانا ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اعمل سيف او سيف از، وتسيفه باسم اخر، واقول لكم مثلا سيفه باسم كيو دبليو اي ار سيف، فبيسيفه. وبعد كده اقدر ان انا اعمل له روت من اي جهاز، يعني ممكن اكمل شغل على جهاز اخر. تمام، يعني ممكن اجي في اي لحظه اجي هنا واقول له لود، واروح محمل الملف اللي انا عايزه. اوكي، وعندي هنا موبايل كلاود، ممكن افتح من دروب بوكس او من جوجل درايف او لوكال، بس الامتداد هنا بيكون مختلف، اف زد ام، احساس ان هو موبايل. طبعا اي عنصر انت بتعمل عايز سيلكت بيبدا يجيب لك المعلومات الخاصه بيك، وهنا بيبدا يجيب لك بقى المكان اللي انت موجود فيه، وتقدر تعمل زوم، وتقدر تختار فيو اخر. يعني انا عايز اشوف مثلا السايت، تمام، هو يظبط المكان الراجل دوت بعدين اهوت بالشكل ده.